السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة الإمام الإمري والحمام العصافير. طبعا إن شاء الله النهاردة حلقتنا عن الكوكتيل غير الإمام خالص. كان عندنا دكر زي ما صورتولكم كده قبل كده، وما شاء الله جبنا له النتاية أهو. ده اسمه قص حبشي، غير اللتينة الصفرة، غير الأبيض، غير إيزابيل. طبعا الكوكتيل كله طبعا أنواع، دول ما شاء الله خدوا بعض خلاص، وبدأت أركب لهم العش أهو. والعش طبعا بيبقى اكبر من الاسترالي عشان حجمهم طبعا بيبقى اكبر من الاسترالي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين برضك تربيتهم سهله وجميله ما شاء الله، ما فيهاش اي مشكله. جوز الحبشي طبعا بنعرف الدكر والنتايه، الدكر بيبقى وشه اصفر زي ما حضراتكم شايفين اهو، والنتايه بيبقى وشها اصفر بهتان خفيف، يعني هو وشها بيبقى فيه صفار بس مش واضح زي الدكر اهو. طبعا الفرق باين. طبعا في الكوكتيل بالذات اسهل حاجه في الدكر والنتاية الحبشي، اللي انت بتعرفهم بسهوله غير الانواع التانية. الانواع التانية لازم تمسكهم وتقلبهم وتقلبهم وتبص على الدكر والنتاية، زي اللتينة الصفر والايزابيلات والبيض والمصبعات، كل دي ما بتبانش الدكر والنتاية. الوحيده اللي سهله في الكوكتيل الحبشيات، ودي يعتبر برضك ارخص نوع في الكوكتيل او زي ما حضراتكم شايفين. طبعا عايز تجوز جوز كوكتيل ويكون سريع وياخدوا بعض، طبعا هات الدكر مسكوا عين ومسكوا عش، وهات النتايه جنبه في قفص جنبه، بحيث ان هم يقعدوا يصفروا على بعض ويندهوا على بعض، بحيث ان انت مثلا الدكر يكون قاعد في اقل حاجه في العش بتاعه والقفص بتاعه، مثلا قول 20 يوم 25 شهر يكون مسك القفص ويعني حديد في القفص. والنتاية تحطها له قد 10 أيام 15 يوم برضك جنبه، يقعدوا يسفروا مع بعض وكده، بحيث اللي هما هما كده أو كده لو حطيتها ليه برضك هياخدوا بعض، بس انت بتشوقوا ليها وهي بتشق ليه، بتبقى يقعدوا يسفروا بعض ويلاقوا مع بعض، بحيث ان انت تحطهم ما ياخدوش وقت مع بعض على طول اللي هما يتجوزوا. ده فعلا بالفعل انا عملت مع القص دول، جبت الدكر زي ما انتوا عارفين بقالي فترة جامدة، وسبته في العين ده وركبته العش، بدأ يصفر ويقف على الباب يصفر، وكان لوحده فعلا، ويقعد يعمل اصوات النغمات بتوعه اللي هو بينادي على النتاية وكده. فكان ليا صديق مربي كده، فقال لي في انت معايا شغالة وكده، جابت بطنين، قلت له انا محتاجها، قال لي خدها مفيش مشكلة، واشتريتها منه. وادي النتاية قدامكم ما شاء الله كويسة وصحتها كويسة. طبعا مش شرتهاش من السوق، شرتها من صديق، فطبعا مش هيخمني، اديها لي ما شاء الله كويسه. وانا برضك ليا خلفيه عنهم، مسكتها قلبتها لقيتها واكله كويس، وصدرها مليان برضك كويس، مفيهاش اي مشكله فيهم القص. طبعا دول ممكن يشتغلوا انت وحظك في الصيف، وبس هم اكتر شغلهم في الشتاء عشان بيبقى الجو حر والعيش. طبعا برضك عامله زي الاسترالي، بتبيض من بيضه 7 بيضات بس، الأغلبية في الكوكتيل 5 بيضات. طبعا برضك بتقعد الوقت الطبيعي بتاع أي طير يرقد من 18 لـ21 يوم، طبعا في الصيف من 18 لـ19 عشان الجو بيبقى حر طبعا، بيبقى جسمها بيبقى برضك في حرارة. وعاملة برضك زي الفشر، فشر برضك بيقعد من 18 لـ21 يوم 22 يوم برضك على حسب الموسم اللي هو فيه، سواء كان صيف او شتاء او اي حاجه. تربيتهم سهله وخفيفه، اول ما تبيض طبعا ما يفتحلاش ما يفتحش على العش خالص، بس ليه ما تقلقش تكسر البيض، تاكل البيض، الحاجات دي كلها تبقى خوف على عيالها او اي حاجه، بس اللي انت ما تخافش خالص. هما باضوا خلاص سيبهم لحد ما تسمع تشقر عليهم، مثلا بعد سكه 15 يوم 16 يوم كده تبتدي تبص على العش، شوف فقس او حاجة، عشان البصة دي بتفرق اذا كانت اتعملت حاجة في البيض، اذا كانت مثلا طلعت كده تبتدي يعني تزود عليها الاكل بقى، الفلارس والبيض المسلوق والبقسماط على البيض، الحاجات دي كلها بتبقى برضك فايدة ليها وفايدة لزغاليلها. اهم حاجة برضك في اي حاجة في التربية دي يا جماعة، اهم حاجة توفر لهم الهدوء وكده. طبعا ده العش بتاعهم، الباب كان مكسور وركبت باب اهو، وانا يا جماعه حطيت ابني مكان النشاره، قلت برضك اجربه مفيش اي مشكله. لقيتها برضك قعدت وعملت دايره في العش اهي، حضراتكم شايفين اهو العش مبطط كله في سوا وعامله دايره في النص، بس طبعا انا عازرها عشان الجو حر جدا،
ممكن ما تخشش العش، ممكن تخش مرة في اليوم مرة واحدة. فمش مستعجل عليها، مفيش أي مشكلة. حتى لو اشتغلوا في الشتاء، أنا لسه طالع أهو مأكلهم دلوقتي، بياكلوا طبعا أكل عصافير العادي أو لب، مفيش أي مشكلة فيه. اللب السوري طبعا الني مينفعش المستوي، وبياكلوا البلكم وبياكلوا الدنيبة، بس اللي كان موجود قدامي دلوقتي ايه البلكم، فجبت مفيش أي مشكلة فيه خالص طبعا. والمية قدامهم على طول، والأكل قدامهم على طول. ولو حاجة مثلا في أي سؤال في أي حاجة تقولي في تعليق، أو حد يحتاج رقم الواتس برضه تكلمني. طبعا لو مكنوش متجوزين كان هتلاقي ده ضرب دي وده ضرب دي، وتلاقي حاجات كده غريبة بتحصل. الحمد لله اللي هما ايه خدوا بعض وصف الله ودخلوا العيش مع بعض مرة. برضك موفر لهم كل أساليب الراحة، إذا كان مية وأكل ومكان وعش وكل حاجة كده. إيه مش مستنظر قدامه غير إيه اللي هما إيه يخشوا العش ويبتدوا إيه يحضروا ويبيضوا. وإن شاء الله يعني إيه نتابع مع بعض برضك، ونشوفهم إن شاء الله. أول ما تخش العش، لو دخلت العش هبتدي أراقبها كده، وأصورها لكم في العش، ومثلا بصة في العش وكده. ولو بيضت برضك إن شاء الله هحاول برضك أصور لكم أول ما بيض إن شاء الله. وما تطلع برضك ان شاء الله هنتواصل مع بعض في الفيديوهات والتصوير. طبعا بنغير من قناتنا اليمام والحمام والعصافير. اليمام بنكتر منه شوية عشان في يعني اخواتي واصدقائي بيبقى اليمام عندهم اكتر من تربية الحمام. وفي برضك الحمام بيسألوني، وفي برضك العصافير على حسب ما ايه ما احنا بنطلب كده. وان شاء الله ايه يكون في فيديوهات اكتر وكده ان شاء الله بامر الله. ما تنسوش اللايك والشير والشاف في القناه ليوصل كل جديد. وبرضك ملحوظه يا جماعه، لو الفرد ما فيهوش اي مشاكل بلاش الفيتامينات الزياده، بتبقى غلط عليه. ساعات بتضر النتايه وساعات بتضر الذكر، بتبقى الفيتامينات الزياده ما بيقدرش يقف على رجله، بيبقى زياده كالسيوم او زياده فيتامين، فايه بتبقى غلط عليه. فاحنا نتجنب الامور دي كلها. لو في حاجه عيانه ماشي مفيش مشكله، نشوف الحالة اللي عندها ايه ونبتدي نعالجها. مفيش اي مشكلة فيهم، نبتدي نسيبهم براحتهم. هي ممكن الكالسم السيبيا دي اللي بتتحط البيضة، مفيش اي مشكلة فيها. غير كده ما محدش يحط اي علاج خالص ليهم، ولا فيتامينات ولا اي حاجة. كلام الجوز كويس. اول ما يبتدوا بقى تلاقوهم بدأوا يبيضوا او مثلا في حاجة، حط لهم بقى بنسب معينة. انتي برضك ايه هنشوفها ونتكلم عليها، النسب المعينه اللي هم ليها، بس اللي احنا ما نحطهمش زياده وزياده عن الجرعه، بتضرهم يعني. تلاقي نتاية بيضة البيضة وتلاقي ان خارجة بره قاعدة لك في الأرضية، ليه؟ عندها جرعة زيادة فيتامين مش قادرة تقف. هقول لك لا نقص كالسيوم، لا مش نقص كالسيوم، نقص الكالسيوم بيعمل كده، بس نقص الكالسيوم ما بيخليهاش بقى بتفرق في قشرة البيضة، وبتفرق في جسمها، وبتفرق في حاجات كتير. لكن تبقى في زيادة برضك ممكن كمان من الجرعة الكبيرة دي بتأذيهم جامد. مجربين والله وسألين يعني ايه. لو فيهم حاجة ماشي، ما فيهمش حاجة خلاص نتجنب. مادام صحتهم كويسة وبياكلوا ما شاء الله تمام، الأكل الطبيعي ده هو ايه هيظبطهم يعني، متقلقوش. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.